إخوة الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع اليوم خاص بأصحاب الإقامات، يعني بيرميسو دي سوجورنو، وكذلك أصحاب النولا أوستا اللي تقضات لهم مدة الصلاحية ديالهم، وكذلك أصحاب اللجوء اللي غادي يتقضاو لهم أو تقضاو لهم بيرميسوات ديالهم، سواء كنت خارج إيطاليا أو داخل إيطاليا. لأول مرة كيسمعني، أنا كنقدم قناة معلومات صحيحة اللي كنديروا فيها جميع الأخبار والمواضيع الموثوقة والصحيحة. اللي يعجبو المحتوى ما يبخلش علينا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش يوصلو كل جديد، ويشارك الفيديو مع صحابه وناسو باش تعم الفائدة. وكنشكركم على التفاعل ديالكم، وبلا ما نطول عليكم نبداو على بركة الله. نهار بدات حالة الطوارئ في إيطاليا، كان خرج واحد القانون يضمن مدة الصلاحية للوثائق اللي تقاضات أو اللي تسكادات بكل أنواعها وأشكالها حتى 15 يونيو، كما كتشاهدوا معايا هنايا إخواني الكرام. هي كانت فاليدة حتى الخمسطاش، يعني الفاليديتا ديال دوك الوثائق حتى 15 يونيو 2020. لكن مع تمديد حالة الطوارئ كل مرة، الحكومة دارت تعديل على هذا القانون لكل الناس اللي عندهم شي وثيقة غادي تقاضى ومن هذه الوثائق اللي دوينا عليها. اولا، اللي عنده بيرميسو دي سوجورنو، سواء كان خدع على حساب العائلة، يعني موتيفو فاميلياري، او كيبدلو على حساب الخدمة، او اي نوع اخر من البيرميسو، هاد الوثائق غادي تبقى صالحة حتى 31 غشت 2020، كيف ما كتشاهدوا معنا البروروغا ديالها اللي داروها، ها هي هنا القانون الجديد، يعني حتى 31 أغسطس 2020. وعندهم كذلك من بعد ديك 31 8 2020 شهرين زيادة أخرى باش يجدوا فيها الوثائق. كيف ما هو معروف، اي وثيقه كانت كتقاضى في شي وقت كتكون عندها شهرين، يعني من مور ديك الوقت باش تجدد فيها يعني الوثائق ديالك. فهنا ايضا من بعد 31/8 تقدر تجدد الوثائق ديالك، واخا تدوز على 31/8 شهر 15 يوم 20 يوم، تقدر تبدلها كذلك. كذلك يطبق اللي عندهم بيرميسو دي سوجورنو ولا اقامه ديال الدراسه وتقضى ليهم، لا دي تقضى ليهم عندهم حتى 31/8/2020. كذلك كاين ناس خرجات ليهم مثلا نولا أوستا، سواء ديال الضم العائلي ولا الخدمة، وهاد الوثائق كما هو معروف عندهم 6 أشهر ديال الصلاحية وكيموتوا. هاد الوثائق كذلك داروا فيهم لاسكادينسا حتى 31/8، وهاد التاريخ ديال 31/8 كيضم كاع الناس اللي تقاضوا ليهم الاوراق ديالهم ابتداء من 31 يناير 2020. يعني اي وثيقه كيما ما كانت النوع ديالها تقاضت 31 يناير 2020 من ورا ديك لادات، عندهم البروروغا حتى، يعني دوك الاوراق مازال يخدموا بيهم وكيتحسبوا يعني خدامين دوك الاوراق، يعني اي ورقه كتسمى فاليده حتى 31/8/2020، سواء كانوا هنا او كانوا في اي دولة اخرى اوروبية او كانوا حتى في المغرب. يعني كنت داخل ايطاليا او خارج ايطاليا عندك لاسكادينسا ديال البيرميسو ديالك حتى 31/8/2020، وابتداء كما قلنا من 31 يناير 2020 تكونوا هاد الوثائق يا اما تقاضوا في 31 يناير 2020 فما فوق، ولا اللي غادي تقاضى في شهر 6 شهر 7 اللي تقاضى في شهر 4، اي وثيقه تقاضت في هذا الوقت يعني من وراء 31 يناير، هادو عندهم المده حتى 31 شهر 8 2020. كذلك الناس اللي داخلين فيزا سياحه، عندهم الفيزا واخا تقاضت ليهم تبقى يعني صالحه لغايه 31 8 2020. الناس اللي خداو كذلك فيزا ديال الضم العائلي وباقي ما دفعوش الدوسي ديالهم في الاسبوع الاول، يعني ما بداوش الاجراءات ديالهم، واللي كانت ايطاليا اعلنات على الطوارئ، على حاله الطوارئ، عندهم حتى هما حتى 31/8 باش يبداو الاجراءات ديالهم. الناس اللي دخلوا فيزا العلاج كذلك وتقادت ليهم الفيزا كذلك، هادو عندهم حتى 31/8. وهذا الشيء كينطبق على جميع الوثائق اللي تقادات او لا غادي تقادا ابتداء من 31 يناير 2020. واحد القضية أخرى اللي بغيت نشير ليها، وهي الناس اللي كتشوف الطيارات وبقات تقطع البيي باش تجي. كنصح أي واحد قبل ما يقطع يتواصل مع القنصلية باش تعطيك الكونفيرما، لأن راه واخا يعني غادي تفتح واحد الحدود تدريجيا، ما غاديش أي واحد بغا يجي وإنما غادي تكون هناك قوانين وشروط
اللي معروفة وذكرناها في واحد الفيديو السابق اللي تقدر ترجع تسمعو مزيان. الشروط ديال السفر ولا إجراءات السفر الجديدة راه في القناة ديالي. ما يمكنش يعني غير تجي وتقطع وتمشي تركب في الطيارة، ما يمكنش، خص ضروري تاخد تصريح من القنصلية اللي يسمح لك باش تسافر عاد باش تقطع البيي ديالك. لان بزاف ديال الناس كنشوف يعني يقول لك السافرة تقدر تقطع البيي، راه تلقات البيي الطيارة راه يعني يعني حلات الموقع باش تودي تقطع ودير ودير، ولكن راه تقطع ولكن ما تقدرش تجي الا اذا عطاتك القنصلية الكونفيرما يعني. والانسان يحاول يدير جميع يعني المسائل القانونية ديالو، ما يتسرعش باش ما يوقعش في المشاكل اللي غادي يندم عليها. وهذه الاجراءات خاص يديرها طبعا قبل ما يقطع البي. وكما سبق لي قلت لكم راه كاين واحد الفيديو فيه التفاصيل ديال كيفاش يعني الاجراءات ديال السفر الجديدة، واللي بغى يسافر اش خصو يدير. اولا خصو يتواصل مع القنصلية الايطالية ويكون عنده سبب مقنع للسفر باش تعطيه الكونفيرما، وديك الساعة يقطع والقنصلية اللي تقول ليه الإجراءات اللي يعني يديرها هو قبل السفر. إخواني الكرام، ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، والبارتاج كذلك باش تعمل فائدة، ولايك الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.